حق العودة. هو حق الفلسطيني الذي طرد أو خرج من موطنه لأي سبب عام 1948 أو في أي وقت قبل أو بعد ذلك في العودة إلى الديار أو الأرض أو البيت الذي كان يعيش فيه حياة اعتيادية قبل عام 1948. هذا الحق ينطبق على كل فلسطيني سواء أكان رجلا أم امرأة، وينطبق كذلك على ذرية أي منهما مهما بلغ عددها وأماكن تواجدها ومكان ولادتها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. يعتبر الفلسطينيون حق العودة مقدسا لأنه حق تاريخي ناتج عن وجودهم في فلسطين منذ الأزل وارتباطهم بالوطن، ولأنه حق شرعي لهم في أرض الرباط، ولأنه حق قانوني ثابت. وحق الفلسطينيين في وطنهم فلسطين ضارب في أعماق التاريخ، وجذوره أقدم من جذور البريطانيين في بريطانيا، وبالطبع أقدم من الأمريكيين في أمريكا. حق العودة هو حق من حقوق الإنسان الواقعة في نطاق القانون الدولي لحقوق الإنسان، فهو بهذا المعنى حق مطلق غير قابل للتصرف من شخص لشخص آخر، وغير قابل للمفاوضة أو التنازل، ولا تسقطه أي معاهدة أو اتفاق سياسي من أي نوع حتى لو وقعت على ذلك جهات تمثل الفلسطينيين. نصت المادة 13 الفقرة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل إنسان الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، والحق في العودة إلى بلده. ونصت المادة 17 فقرة 2 على أنه لا يمكن حرمان أي شخص تعسفيا من ممتلكاته. وأشار في المادة 12 فقرة 2 إلى أنه لا يجوز حرمان أحد بشكل تعسفي من حق الدخول إلى بلده. تنص المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة: يمنع الترحيل الفردي أو الجماعي، وكذلك طرد الأشخاص المحليين بموجب المعاهدة من الأراضي المحتلة لأراضي القوة المحتلة أو لأراضي أي دولة أخرى سواء أكانت تحت الاحتلال أم لا، بغض النظر عن دوافع هذه الأفعال.